برحب بحضرتك والف مبروك التكريم والقلب. طبعا انا اتشرفت النهارده تكريمي من قصر السينما، والحقيقه يعني انا سعيد جدا لان في مجموعه من الصحفيين المحترمين موجودين، وقدرت اوصل شويه حاجات وافكار في وقت احنا دلوقتي سنه 2019 داخلين على 2020. فاكيد النهارده الحوار بتاعي مختلف عن الحوار اللي عملته من 5 6 سنين. المشاكل اللي بتواجه المطربين اللي طالعين الجداد، المشاكل اللي بنشوفها موجوده دلوقتي في على ساحه الغناء يعني، الناس اللي يعني بتوع المهرجانات هم اللي منتشرين والناس بتسمعهم وطلعوا بره كمان هم بيمثلوا مصر. لا عادي، هو كل واحد من حقه يعمل كل حاجه عادي، اللي عايز يغني يغني، بس انا ضد الكلمه اللي السيئه، ضد الكلمه اللي ضد الاخلاق، ضد الكلمه اللي ضد المبدا، ضد الكلمه الخارجه. بس حريم كريم 2 فعلا ان شاء الله احنا بنجهز حريم كريم 2 مع الاستاذ علي ادريس والاستاذه زينب عزيز. ده لاول مره يعني بقول لكم الكلام ده بقى رسميا، يعني احنا شغالين على الورق، شغالين على الورق دلوقتي، خلصنا التريتمنت وشغالين على التتابع. بعد ما هنخلص التتابع هيتكتب السيناريو، وبعد ما هيتكتب السيناريو هنبدا نجيب بقى الابطال ونقول لكم الجهه الانتاجيه مين المره الجايه ان شاء الله. هل الابطال كلهم وافقوا ولا في تغييرات؟ لا الحمد لله هم وافقوا، بس طبعا وفاه الاستاذ طلعت زكريا ده من الحاجات المؤثره، بس ان شاء الله يعني ربنا يرحمه، انت عارفه يعني كنت بحبه، ده كان اخويا وحبيبي يعني. الالبوم طيب، الالبوم هتصور منه اغنيه اغنيتين، هتعمل ايه؟ الالبوم انا الاول مره عملت نظام جديد في الليركس فيديو، وعلى فكره بعد ما عملته انتوا لو تبصوا على الساحه دلوقتي هتلاقوا كل المطربين ابتدوا يشتغلوا على نفس الشكل اللي انا قدمته. انا بدات اقدم الشكل اللي هو اللي فيه شادوز وحاجات سولويت وحاجات كتير، فابتدت كل الناس تعمل الشكل ده، وعملت اول اغنيه كانت سين من الناس عملتها نيون كده بشكلي، وتعبت فيها قوي رغم انه ليركس فيديو، انما التصوير لا لسه شويه. بس عموما استنوا غنوه ضحكه ليا بقى هتنزل قبل ما تنزل التصوير، هنزلها ليركس فيديو، وفي غنوه في الشتاء هنزلها برضو الاول ليركس فيديو الشهر الجاي ده اللي هي نسيتني خلاص. بعد كده هتشوفوا كليب بقى مختلف ان شاء الله. تامر حسني ماشي على نهجك فعلا؟ لا هو ما فيش حد لا طبعا لو ماشي على نهجي ما كانش يبقى ناجح، انما طبعا هو بالنسبه له اكيد يعني هو بيحبني وانا بحبه وعادي، وفي حاجات شافها اتعلمها، في حاجات عملها، انا سعيد جدا وسعيد بيه وسعيد بحمائي كمان جدا، وحمائي برضه حمائي يعني بيقدم فن جيد، والحقيقه عامل اغاني حلوه وعامل مشوار حلو، وان شاء الله مكمل لسه يعني. انا دول الاثنين دول في الجيل ده دول اعتبروهم اخواتي الصغيرين دول، وانا يعني دول يعني ان شاء الله هيكملوا وهيعملوا حاجات حلوه.